رحلة كاس وود الأميرة الإفريقية الممثل كرة القدم التونسية عانق فيها النادي الرياضي صفاقسي الإبداع وجلب أنظار كل المتابعين لهذه النسخة واللي تزامنت مع حصول فريق عاصمة الجنوب على بطولة الدوري التونسي. البداية كانت في شهر مارس ملاقاة نادي جامتيل الجامبي في الدور 32 والفوز عليه ذهابا وإيابا، ثم يزيد يتوغل النادي الرياضي صفاقسي في الأدغال الإفريقية ويروض نادي الشياطين السود الكونغولية في الدور 16 الأول وينتصر عليه في الميري بالنتيجة 3-1. في حين اكتفى أبناء المدرب كرول بالتعادل الإيجابي 1-1 في الكونغو في ظروف غير عادية على كامل البعثة التونسية. في الدور 16 الثاني يصطدم النادي الصفاقسي بفريق محترم واللي هو نادي إنيغو رانجيرز النيجيري اللي تغلب على جوفنتوس العرب في نيجيريا 1-0، في حين انتهت مباراة العودة بصفاقس بالتعادل السلبي، مما يعني انسحاب النادي الصفاقسي قبل دور المجموعات. لكن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان له رأي مخالف ويرشح الصفاقسية إلى دور المجموعات على حساب الفريق النيجيري بعد الاحتراز الفني اللي رفعته إدارة النادي ضد حارس مرمى نادي رينجرز. في دور المجموعات السي اس اس يثأر لسمعته ورد على كل النقاد والمشككين في أحقية النادي بالترشح، ينتصر على كل منافسي في المجموعة أي النجم الساحلي سان جورج الأثيوبي في مناسبتين والملعب المالي ويتعادل في مقابلتين وما يعرفش تعمل هزيمة في حتى لقاء. سجل 8 أهداف، 6 منها خارج الديار، وبعد يقتطع أول تذكرة عبور للدور نصف النهائي على رأس مجموعته ب 14 نقطة. زملاء رامي جريدي يواصلوا الإقناع والإبداع في الدور نصف النهائي على شقيق البنزرتي، فضل عرض كرة ويبقى في البال، وهدف دريساكو ياتاي اللي حقق جميع الأمال وصعد بصفاقسية إلى المباراة النهائية أمام القوي مازامبي الكونغولي اللي معرفش تعمل هزيمة في كامل النهائيات الإفريقية اللي خاضها. لكن النادي الصفاقسي يركع الغربان في مباراة الذهاب وينتصر بهدفين لصفر في مقابلة أجمع عليها الجميع أن ممثل الكرة التونسية انتقل في أدائه إلى العالمي. ثم يتحول إلى لوبومبا تشي، ورغم البداية صعبة لأبناء المدرب كرول لأنهم أكدوا مقولة النهائي يتربح ما يتلعبش، فضل هدف فخر الدين بن يوسف اللي تنافس من خلاله سي اس اس السعداء، وحول وجهة الأميرة الأفريقية إلى صفاقس بعد ما اختارت النادي الصفاقسي عريس لها للمرة الرابعة في تاريخه. تعلم بذلك قصة الحب الأزلية اللي تربط الجماهير الصفاقسية بكأس الكونفدرالية الأفريقية.